بعد الحملات التوعويه والتحسيسيه واللي شرفات عليها عناصر شرطه السير والجولان التابعه لولايه امن فاس في خصوص تطبيق الغرامات الماليه واللي تحددت القيمه ديالها في 25 درهم لكل مواطن ما احترمش ماما راجلين. كاميرات قناه شوف تي في اصدت سلوكيات المواطنين والسائقين كذلك. وهنا في شارع الحسن الثاني كل مواطنين ملتزمين بالقانون الجديد وكل مواطن خايف يتاكل مخالفه 25 درهم. بعد التوعية اللي دارت ولاية الأمن كاين الحمد لله تحسن، اللهم لك الحمد، يعني كاين الناس كيمشيو في مبر الراجلين ولكن البعض مازال الله يهديهم. بعد الحملات التحسسية اللي قاموا بها رجال الأمن كان واحد التحسن في المرور ديال الطريق ممر الراجلين، يعني بداو الناس تيواظبوا عليه تيحاولوا أنهم يقطعوا يعني من الباساج، يعني كاين واحد التوعية، هي هما مازال خصهم يقوموا بواحد التوعية كبيرة يعني في الإعلام في وسائل في التلفازة، يعني خصهم يقوموا به. كاينين شي ناس يعني كبار في السن ما تيفهموش هذا الشيء، ما تيعرفوش، يعني تيقبط ويقطع. هاد الناس ماشي نلومهم حيت راه ما عارفينش، خصنا نديروا واحد الحملات تحسيسية، واحد الحملات كذا، هي مزيانة ماشي ما مزياناش، ولكن خصها حتى داك الطوموبيلات ولا هذا هما يفهموا هاد الامر، هذا خص انهم فاش يشوف الرجل مره خصو يوقف. كيف ما كنشوفوا الناس كلها كتقلب على ماما راجلين باش يقطعوا، اما اصحاب الطوموبيلات واقفين على الخط الابيض وقفته رجل، وهذا دليل على ان بعض الناس التزموا بهذا القرار، وبعض الناس اللي يديهم كيقطعوا اطول قطعه، وبعض اصحاب الطوموبيلات كاع ما كيعطيو حق الاسبقيه للراجل. بعد الحملات التحسيسيه اللي قامت بها الولاية الامن فاس، كذلك بعض المنابر الاعلاميه اللي منها شوف تي في اللي كنوجدوا لها كذلك تحيه لكم، كنلاحظ بان وقع الالتزام ديال المواطنين، يعني عرفوا بان المخاطر هي اول حاجه، يعني 25 درهم كتبقى يعني مخالفه، ولكن خص المواطن يعرف المخاطر ديال المرور في وسط الطريق. لهذا خص المواطنين يلتزموا بممارسة الراجلين، والحمد لله لقينا استحسان كبير لدى المواطنين، كل شيء راه كيدوز من ممارسة الراجلين. الرساله ديالي فقط السائقين السيارات، خصنا نعرفوا بان الراجل راه على رجلي، يعني الا جات فيه الضربه راه غادي اما غادي يوقع له شي حاجه، اما غادي يتجرح، اما غادي يوقع له شي حاجه، يعني نحاولوا يحترموا ممارسه الراجلين، تكون اولويه الراجلين. شفنا واحد الحمله ديال التوعيه داروها الناس ديال الامن هنايا في مدينه فاس، وبيان سور عطات واحد النتائج ايجابيه بالنسبه للراجلين ولا بالنسبه لاصحاب المركبات العربات، هو ان في البدايه خصنا صحاب السيارات يحترموا بيان سور الممر الراجلين، باش داك الراجل هو بالدور ديالو يعرف بان داك ممر الراجلين راه ديجا حتى هو خصو يحترمو في الوقت ديال الباساج ديال لي فواتور، وبيان سور باختصار احترم تحترم. ايوا كيف ما شفتوا الراجلين كيقطعوا من ممارات الراجلين، وصحاب الطوموبيلات كيعطيو حق الاسبقيه للراجلين، وهنا كتولد واحد المحبه متبادله بين الراجل والسائق، وعلى ايقاعات هاد الجوج ثانويين غادي يكون الميساج باين.